هذا هو حال حي سوكرية ببلدية مفتاح في ولاية البوليدة. أكثر من 40 بيت قصديريا غمرته مياه الأمطار التي تهطلت في الساعات الأخيرة على المنطقة، مما أجبر السكان على قضاء ليلة باردة في العراء. الليلة اللي جازت البلد جازت السوداء، يعني كحلة، الناس راهي بايتة المطلع فوق الماء. معاناة المواطن هنايا راهي كات سيزون هي بلي بوط، ما نعرفوش الصباط. الفيضان كل عام يجي يمسح القرى هذه. ليبيس كامل جابوهم هم حطوهم هنا، من هي كاين الشارع اللي يلحقوه كاين الشارع اللي ما لحقوش، ويلحقوا حتى وقت الشتاء هكذا وتولي الفيضانات ويولوا يحفروا. اي طنوبيل ما تدخل شيء يطيح لك مريض ما تلقاش منين تخرجوا. المهم انا الديار من نارهم يعوموا. القطر راه عم بالفوق تنتين من فوق الماء، الواد من هنا والواد من هنا كريس، وعلى بالهم مدة 25 وعلى بالهم بكلية بالوضعية تاعي. وضع كارثي تسبب أيضا في غياب عدد كبير من المتمدرسين عن مقاعدهم الدراسية. حبسنا القراية منا ما نقدرش نروحوا منا، خاطش كون نبطلوا قراية يضربونا، نروحوا منا نغرقوا ليا. كامل رجعتهم، أنا في نفسي رجعتهم على الوقت اللي رايحين يقرأوا، على 7:30 رايحين يقرأوا، كامل رجعتهم هنا ما خليتهمش يروحوا، كان خرجوا كان يديهم الواد هذا. رئيس البلدية من جهته عاين المنطقة المنكوبة واتخذ تدابير استعجالية لتفادي خسائر أكبر. وهذا المشكل تاع السواكرية وتاع الشعب هذه يترتب على زوج، هو أنه عدم احترام المواطن فيما يخص البناية تاعو، أنه مبنوه فوق المساحة تاع الشعبة. المشكل الثاني اللي زاد أثر على هذا الجهة سلبا هو لطورات المياه الشتوية اللي تعبر من لطورات وتعبر للمنطقة تاع السوكرية. دوكا راني رايح ناخذ مسؤوليتي وراح نغلقها بإمكانية تاع بلدية باش الماء ما يزيدش يهبط للجهة هذه. يبقى الإسراع في تنفيذ مشاريع التهيئة والحد من البنايات الفوضوية على مشارف الوديان عاملان كفيلان بأن يجنب المنطقة كوارث لا تحمد عقباها.